أهلا بكم مرة أخرى. الحوار ما زال مستمرا والحوار مثير للغاية. نحن بصدد حلقة تنتمي إلى توصيف التاريخ، تنتمي إلى توصيف أن احنا بسبق علمي ننفرد به في الإعلام الطبي العربي ولربما كمان العالمي. نحن بصدد طرح حالة، اسمحوا لي طبعا عشان نشرحها بالتفصيل لأن أنا أعيد الترحيب بضيفي العزيز القمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور خالد عبد المنعم جدالله. أهلا بك دكتورنا. أهلا بك. انضم لينا على الهواء مباشرة الحالة نفسها الأخ العزيز الأستاذ عبد العال عبد الكريم. أهلا بك عبد العال. مرحبا. منور القاهرة والناس. منور الدكتور. وأنا أهني طبعا الدكتور خالد وبأهنيك على النتيجة اللي احنا هنفهمها بالتفصيل، بس اسمح لي الأول دكتور خالد اشرح إيه هي الحالة بقى. خالد عبد العال. والله حالة عبد العال زي ما قلنا ان هي حالة مرض وراثي. المرض الوراثي ده لو حضرتك عرضنا الصورة بتاعته على السادة المشاهدين، دي الصورة الاولى في التحليل بتاع الاستاذ خالد عبد العال. خالد عبد العال زي ما انتم شايفين، الاستاذ عبد العال الاستاذ عبد العال زي ما انتم شايفين تصنيفه كده اكس 47 اكس اكس واي كروموزوم. ده التوصيف الغير طبيعي. الغير طبيعي. نعم. شايفينها كده كويس؟ اهي. دي اسمها كلاين فلتر سندروم. ال 44 اكس اكس واي دي حالة لما بنشوفها في التحليل كان زمان خلاص مفيش فرصة، مستحيل يمكن. صحيح. ومفيش حالات منوية. صحيح. الراجل ده يبقى عنده حالات منوية منين؟ صحيح. تمام. دي أول تحليل. واللي انا قلت عليه قبل الفاصل قول قول دي بقى حته بقى لازم نفهمها بالراحه. قول يعني ايه يا فندم؟ قول كل الكروموزومات، كل الخلايا اكس اكس، كل الخلايا مصابه بهذا المرض وليست جزء وجزء اللي هو النوع المزيج. قول قول اقراها معلش. قول اكزامين سيلز شو ميل كروموزوم ويز ان اكسترا كابي اوف اكس. كل الكروموزومات بتقول انه هو از جيناته او كروموزوماته كلها فيها خلل. تمام. دي اول تحليل. ده تحليل صادر. صحيح. ده تحليل السائل المنوي، ده طبعا منطقي وطبيعي مع هذا النوع من المرض. ده في تاريخ 1/11/2013. نعم. بدنا بقى نفكر في التواريخ. از ازو سبرم باين جدا. ازو ازو يعني ايه؟ صفر. صفر. يعني ما فيش. وزي ما انتم شايفين الاصفار، بص كله ما هو كله صفار صفار صفار، ما فيش حاجه. ده شيء مقلق. خلاص كده ما فيش. جميل. في فحص الوظيفه بتاعه الخصيه، تحليل فحص الوظيفه ده هرمون الانهبين، وده 32 من اصل 120، يعني تقريبا 20%. ده الهرمون اللي النهارده لاول مره بنجيب سيرته. ده اللي بيحدد وظيفه الخصيه. وظيفه الخصيه 32 من اصل 120، يعني المفترض الخصيه عشان تنتج تبقى فوق ال 120. وهو 32. هو 32 طبعا ضعيف جدا. ده برضو كان بتاريخ 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 التاريخ هنا عايز اقراه. هو فين اهو؟ 5/21/12/2013. نعم. بعد كده خدنا قرارنا بحقن المريض من خلال فريق البحث اللي عندنا بالخلايا الجذعيه، وده التحليل الاول بعد اول 3 شهور. طيب انا بس هشوفه الاول. التحليل ده اول 3 شهور بيقول ان الحيوانات المنويه وصلت الى رقم 1.5 مليون. 1.5 مليون. 1.5 مليون. صحيح. 1.5 مليون اهي. 1.5 مليون ده بتاريخ احنا بنتكلم على 12/5/2014. الشهر اللي فات. الشهر اللي فات. ده من ساعتها وانت بتكلمني كل يومين. من ساعتها وانت عارف صاحب الفرح ان يبقى في حاجه زي كده وباب امل بنفتحه ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه عن طريقنا لكل الناس. نسبه الحالات دي نسبه كبيره جدا جدا جدا. زي ما بلغت سعادتك انا بشوف في اليوم الواحد من 4 لـ5 حالات. انا بس عايز اترك للاستاذ عبد العال يقول لنا شعوره ايه. انا عايز اسالك يا استاذ عبد العال، احكي لي بس القصه من اولها. اهلا بيك طبعا وتحياتي لكل اهل الصعيد. اهلا وسهلا. الاول اتقال لك ايه عبد العال الاول خالص؟ تمام. ممكن ما اعرفش. انا جريت قد ما تقول جريت وضيعت فلوس ما تتقدرش،
وكل اللي اروح له برضه يديني النتيجه زي نفس ما قلت للدكتور خالد. النتيجه بتاعتها كلها من الاول للاخر مهما جرت عديله 14 سنه. 14 سنه تاني زوجه لي يعني. تاني مدام دي 14 سنه وانا اجري ما حصلش اي شيء خالص. كل اللي زوجتها قبل الست دي خلفت اربع عيال، انا ما خلفتش. كل اللي اروح له اقول له النتيجه صفر صفر صفر. والله رحت المشايخ، رحت الجميع، كل حاجه ما خليتش. والله صح، انا ما احكي لكش الا الصراحه. طبعا احنا على الهواء. على الهواء. فضل الدكتور خالد وواحد قريبني من الصعيد هو اللي دلني عليه. بس الفضل كله يرجع لمين؟ للدكتور خالد. بفضل الله. انا ما كنتش بفضل الله ودبر ثم الدكتور خالد، انا ما كنتش متوقع ان الحاجه دي تحصل، ما كنتش متوقع خالص. طيب يعني هو انت تولى 14 سنه، هنقف بس انا عايز اجيب الاحساس بتاع ال 14 سنه. كنت بدات تيأس خلاص؟ انا خلاص مايس، مفيش. انت عارف انا كنت اغيب اروح ليبيا واروح هنا واروح هنا، اجيب الفلوس اطيحها حد قادر. مفيش. خالص. كل اروح له اقول لي مفيش. رحت نتيجه التحليل مفيش خالص. قرار الدكتور خالد كان ان هو هيعالجك بالخلايا الجذعيه. ايوه. كنت فهمت؟ شرح لك وقال لك كذا كذا؟ وفعلا الدكتور خالد قال لي جاتني حالات بالتحليل بتاعك ده، بالوصفه بتاعتك انت دي، بس للاسف ما كانش ليها علاج. فاجأ يعني من 3 اشهر كرمني ربنا بالعلاج ده. يعني شوف، هو احنا عمل عمليتين، عمليه بتاعتي انا وعمليه بتاعت واحد ثاني غير. النتيجه بتاعتي العمليه بتاعتي انا طلعت الحمد لله 100 100. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا. تمام. وثم ترجع للدكتور خالد طيب بعد بقى ما اتقال لك التحليل، طبعا انت بقيت استاذ 14 سنه، انت ده الحمد لله خلاص، انت فاضل لك كمان سنتين وتدخل. انا لو مت كده الحمد لله اعتبر نفسي. لا انا لو مت كده اعتبر نفسي خلاص. لا لا، يا رب ان شاء الله حصلت نتيجه. انا كده نشوف ان شاء الله شايل ذريتك ان شاء الله باذن الله. انت التحليل كلها كنت متعود ان انت بقيت عارف انه كلمه ازوسبرم يعني ما فيش حيوانات منويه. انا ما اعرفش اقرا. انا راجل بس ما اعرفش اقرا، ممكن امضي على اسمي اي حاجه. عارف ان مفيش حالات منويه، بس اعرف ان ايه التحليل. واحد عالم زي حالتك كده اديه التحليل يقول لي التحليل بتاعك منتهي، مفيش حاجه، صفر. صفر. ومرات واحد دكتور لو سمحت فاجئني بمفاجاه بتاع، يعني هو لو دكتور مليح ما يفاجئنيش بيها، يقول لي التحليل بتاعك صفر. دي صوره الحيوانات المنويه. دي بقى الصوره بتاعت الحيوانات المنويه بتاعتك. بتاعتك انت دي الحيوانات المنويه، الصوره العلميه للحيوانات المنويه. واضحة طبعا، باين جدا. هي صوره ثابته مش كده؟ مش ثابته. لا ثابته. انا كان نفسي اشوف صوره فيديو، بجيبها صوره فيديو مره عشان اشوفها وهي بتتحرك. ان شاء الله. ان شاء الله. اتقال يوم ما اتقال لك بقى لا انت بقيت 1.5 مليون، ايه الاحساس؟ انا وانا لما جيت من الصعيد، انا ما فتره 3 اشهر يا دكتور. فتره 3 اشهر قبل ما اجي، انا بعد يمكن بحوالي 7 ايام كده رحت للدكتور حللت، قال لي نتيجه التحليل بتاعك 100 100، وهو اللي محلل عنده قال لي صفر. قبل كده. والله صح يا دكتور. هو اللي محلل عنده قال لي صفر. قال لي التحليل بتاعك 1 مليون. انت طبعا بقيت هطير انا من الفرح، فرحان. صح والله صح يا دكتور. من صفر المليون. طبعا من صفر المليون ده يعني حاجه حلوه جدا. جدا. بعد كده ما فيش بعد كده. طيب انت لما اتعمل كده اهو، انت قعدت طبعا ما بين الحقن. انا هروح للدكتور خالد بس نساله على التقنيه دي. انت التقنيه بتمشي ازاي؟ احنا بنحقن وبعدين نستنى فتره 3 شهور. من 3 شهور لسنه بنتابع مره كل 3 شهور. ايوه. بحاجتين، بتحليل السائل المنوي وتحليل هرمون الانهبين. فهو عبد العال جه بتحليل السائل المنوي من البلد. فعملت التحليلات عندي لسه نتيجات ما طلعتش، اللي هو التحليل اللي هو بقيس بيها مستوى الوظيفه قبل ومستوى الوظيفه بعد. واول حاجه عملتها جيت خليته يجيب عينه عندي وعملت الفيلم اللي سعادتك شفته اللي فيه حيوانات منويه. انت شفتها بعينك؟ خلاص، وصورتها وسجلتها. وصورناها. وطبعا بالقياسات المعروفه ان ده 1.5 مليون. لا يعنيني بقى 1 مليون أو 500 ألف، او لا يعنيني. انا يعنيني ان احنا انتقلنا من مرحله السلبيه لمرحله الايجابيه. ان احنا نقدر نعمل حقن مجهري بسهوله دلوقتي النهارده، وكمان هنزيد عليه كمان باذن الله بنوعيه اخرى من العلاج، اقدر اخلي 1 مليون ده 2 و3 و4 و5. واخد بال سعادتك؟ نقدر نعمل حقن مجهري. لا، الامور يعني اتفتح قدامنا طرق كانت مقفوله، اتفتحت قدامنا الحمد لله. هل انا في سؤال مهم برضو، هل احساسك انه الحاله العامه للاداء الخاص بالخصم تحسن؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انت لما يكون لما يكون الدرجه صفر ويكرمك ربنا ب10، مش عم تفرح؟ حلو. ب10 مش مليون.
هو السؤال ده المفروض اساله الدكتور خالد. والله ده انا عاوز ابوس راس الدكتور خالد. انت نورتنا. هل كالعاده اهل الصعيد اخف دم في مصر؟ اخف دم في مصر مش ممكن. لما بنعمل ستيم سيل انجكشن او حقن خارج الجسم، هل ده يؤثر ايضا على الحاله الهرمونيه فيزيد السيكشوال اكتيفيتي؟ طبعا السيكشوال باور. هو المريض نفسه بيحس احيانا بزياده في حجم الخصيه، بيحس بفرق في شكل السائل المنوي وطبيعته، بدل ما يبقى حاجه زي الميه اللي هي الفتره خالص، لا بيبقى حاجه لزجه شويه، قوامها بيبقى اقوى شويه، كميته بيبقى احسن شويه، هو بيحس بفرق، هو بيحس بفرق كبير في الوظيفه. انما الوظيفه دي كلها في اتجاه، وظيفه انتاج الحيوانات المنويه بتبقى في اتجاه اخر، لان المريض لو حصل كل الوظائف الثانيه دي هي بتبقى بالنسبه لنا علامه ايجابيه، بس احنا كلنا لازلنا منتظرين الوظيفه الثانيه اللي هي انتاج حيوانات منويه. عظيم، ودي اللي احنا وصلنا لها بفضل الله. الحمد لله رب العالمين. ايه اللي فاضل في متابعه العلاج؟ نحن نوصله 3-4 مليون. ده هنبدا معاه جلسات الميتا سيراب ان شاء الله، ودي هننشط خلايا النسيج، وبعد كده هنجمده قريب جدا، هنجمد حيوانات ونعمل حقن، ومعاه في الاتجاه الثاني ان احنا بنعمل له الجلسات علاج الميتا سيراب بحيث المليون يبقى 2 و3، ونعمل نوع من انواع الاسطور، يعني نجمد له 1 و2 و3، بحيث بعد كده لو حب يعمل حقن 2 3 4 بعد الحقن اللي هنعملها له ان شاء الله. طبعا اسمح لنا يا استاذ عبد العال انه تنضم لنا المدام بتاعتك، عشان برضو لازم هي اكيد انا عايز اعرف. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يعني انضم لنا. معلش اعذرينا انه المساحه مش متاحه ان احنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير، ازاي صحتك؟ انا عايز اعرف احساسك، وانت اكيد رافقتي في هذه الحاله، والصبر يعني طبعا مفتاح الفرج زي ما بيقولوا. الحمد لله، يعني ما تخيلش ان انا فرحانه قد ايه. كان بيديني تحاليل، كنت اروح للدكتور كان يقول لي ما فيش امل يا ستي، ما كنتش هو اجي انا يسالني اقول له ما قاليش حاجه، شويه سخونه والتهابات كده، قال لي مع العلاج وهيمشوا، بس ما حبش كنت اقول له واجرح وايس منها السهره ايديا، بس الحمد لله. انت ست عظيمه. الحمد لله. لا انت ست عظيمه بجد والله، بارك الله فيك. الثلاث والخميس ما شاء الله، انت ست عظيمه فعلا. شوف انا شوف دكتور خالد كانت بت 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 يعني بتخفي المعلومه. لا انا 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 بصراحه يعني انا يعني انت تستحقي ان احنا نستضيفك لفتره كبيره جدا، وعايزك يعني تقولي لي انت تتمني ايه في المستقبل، تتمني علينا نقدر نعمل لك ايه في القاهره والناس. الحمد لله، اتمنى كل خير ان شاء الله. اتمني كل، لا اتمني علينا اللي انت عايزاه نقدر نحاول نعمله، يعني لو احنا هنتابع طبعا مع دكتور خالد القصه، ونتمنى ان احنا نساهم فيها بشكل او باخر، وان شاء الله نعمل حاجه ليكم ان شاء الله، بحيث ان انتم توصلوا للامل. كفايه ان انتم مع بعض بالشكل ده. انا اتمنى والله العظيم، ده احنا فرحانين قوي اللي شفناكم. انا اللي فرحان، والله فرحان وسعيد، والله العظيم اني سعيد قوي بيكم، وربنا يخليها لك. وست يعني عظيم، وانت راجل تستاهل اكيد، طالما هي بالشكل ده يبقى تستاهل. الحمد لله والله، اكيد الحمد لله. انت نورتنا دكتور خالد. الحمد لله، انتوا نورتونا النهارده. كله يرجع للدكتور خالد، يعني حلقه مختلفه جو مختلف جدا جدا. انا سايب لك الختام، انا مش هقدر اختم بعد. وانا يعني لو مهما كنت املك من مجامع الكلمات، النهارده انا لا استطيع ان انا اتكلم او ان انا اوصف مدى فرحتي او مدى سعادتي بحاجه زي كده، فتح من ربنا سبحانه وتعالى. فقط يعني نشكر ربنا عليه ونحمد ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه. نشكرك شكرا جزيلا على هذا الجهد، ونشكركم شكرا جزيلا على جهدكم، وانتم نورتونا. وخلي بالكم من بعض، انا بوصيكم على بعض. الحمد لله، تاخدوا بالكم بعض. انتوا نموذج، ده النموذج بتاع الزوجة المصرية الأصيلة، ده النموذج بتاع الست المصرية الأصيلة اللي بتقف جنب جوزها وتفلتر له الكلام وتوصل له اللي هو المفروض يوصل له. ست عظيمة، حاجة يعني نفسي نتعلم منها درس. ده الدرس اللي احنا خدناه النهاردة، يعني يساوي كل اللي احنا عملناه. احنا هي جت في دقيقة ادتنا درس كبير جدا، وانا كان نفسي ان انا يكون مساحة الاستوديو اكبر، ان انا تكوني معانا من اول الحلقه كنا نستفيد منك، ولكن انت جيتي في دقيقه فعلا علمتنا درس كبير جدا. عفوا، نشكرك شكرا جزيلا، كل شكر وتقدير للضيوف الاعزاء، كل شكر وتقدير للضيف العزيز الاستاذ دكتور خالد عمنا مجدل، نورت كالعاده دكتور. كل شكر وتقدير للضيف العزيز الاستاذ عبد العال عبد الكريم. كل شكر وتقدير لزوجتك الكريمه اللي نورتنا النهارده في الاستوديو. كل شكر ليكم، خليكم مع الدكتور. روعه تروحوا اي حته. الى اللقاء.